مساء الخير، مساء القلم الصحفي. الديك يعرفه والفجر والورق، وفي يد قلم بالفكر يأتلق. غيابه ما حضور غاب يرجعه شوق النسيم وعرف الديك والأفق. وكلما ابتعدت في الغيب ذاكرة تلقى الطريق إليه حسبها الطرق. كان الرؤى جرأة القول ارتقت علما، كان الثقات ومنه الصدق ينبثق. عموده قبلة القراء وجهتهم صلاة فجر لمن للحق قد خلق. وقل ذخيرة آراء معلقة بالعقل والمنطق الأسمى لها عنق. والسر عمده خطفا وتجربة فلم يبح بسواه الناس ما وثقوا. كم كان بينهم دفئا وبلسمة عل الجراح إذا نادته تنعتق. وكم طوال الحروب استعذبت يده مد الجسور أوان الأرض تحترق. إذ لم يكن غير خير دائم وله في موسم الخير ما يغني ويعتنق. هذه حقيبته للعمر شاهدة أن الحقيقة بالإيمان تمتشق. مضى إلى غده كالشمس سافرة وإذ تطل يحن الحبر والورق. هذا الذي الديك يعرفه والفجر والورق ليس إلا الصحافي الراحل ميشيل أبو جودي، الذي يحتفي به نقطة فاصلة في ذكرى غيابه 32، وقد ولد في الزلقة في 4 كانون الأول 1933، وغاب في 17 أيلول 1992 عن 59 عاما. رأس تحرير صحيفة النهار منذ العام 1971، وقد أرسى فيها منذ العام 1955 كتابة العمود اليومي في صفحتها الأولى تحت عنوان من حقيبة النهار. كان يعرف الكثير، وقد خطف من أجل أن يحظى منه خاطفو بسر دولي. ويكفيه أن جمال عبد الناصر في عز قوته أجل اجتماعات مجلس الوزراء المصري إلى العصر لكي يصل عدد النهار من بيروت ليقرأ عمود أبو جودة. نقطة فاصلة يستذكر الراحل الكبير مع ابن شقيقه أديب الحائز دراسات عليا سياسية والناشط والمستشار في منظمات العمل الإقليمية والأوروبية والمتوسطية والأممية الصناعي الخبير في الاقتصاد السياسي. له أبحاث ودراسات عن أسواق العمل والتنمية الاقتصادية، ناشط ومناضل سياسي. أهلا بالأستاذ الصديق هشام أبو جودة ابن شقيق ميشيل أبو جودة. أستاذ حبيب، أول شيء بدي أشكرك على القصيدة. أهلا فيك، لقد أوفيت الحلقة حقها بالقصيدة. يا أهلا فيك ميشيل أبو جودة، حقه بيستاهل القصيدة. أكثر شكرا لك، عن جد هيك حسستني بمشاعر فياضة، يعني بنبلش بالمشاعر بأول أهلا بأول حلقة. شكرا لك، معنا حلقة كبيرة كلها. شكرا للأو تي في على هذه اللفتة الكريمة، أنه بذكرى 32 نعمل حلقة عن الصحافي المرحوم ميشيل أبو جودي. أستاذ هشام، 32 سنة على غياب الأستاذ ميشيل، كتار عرفوه كتار قلدوه، وفي جيل اليوم ولا طصة ما بيعرف عنه شيء. نعم، خصوصا انه كان مالئ الدنيا وشاغل الناس بمقالته، كان متواضع يبتعد عن الاضواء قدر الامكان. حضرتك ابن خيوم اديب، لخص لي جوانب من هالسيره العائليه لميشيل ابو جوده حتى نرجع نفوت على قضايا ثانيه بتخص حياته. هو ولد بعائله اذا بدك تهتم شوي بالشان العام. نعم، والى بالشان العام، يعني ما اجى من عائله غريبة عن الشأن العام، إجا دغري بالشأن العام، من عائلة متعلمة، يعني بيو متعلم، لأنه كان عنده خال، يعني بيو عنده خال هو شهيد من شهداء الاحتلال التركي. نعم، وكان خوري، وهيدا هو اللي علم أبناء أخته على القراءة والكتابة، فإجت كل العائلة متعلمة. نعم، وعنده عمه شاعر زجلي. نعم، أبو فاروق كمان كان مؤثر عليه. العائلة كانت تتعاطى بشأنها. أحد الظواهر للي أنه جده لعمي ميشيل
أخذ كان عنده طنابر وبغال أخذهم كلهم طلع فيهم على حوران جيب قمح وعملوا وقتها مسير. إذا بنذكر سفر برلك فيلم سفر برلك للي عاملينه الرحابنة هن عاملينه عن بيون حنا عاصي. حنا عاصي هو اللي كان يحمي هذه القوافل وراح جدي يعني بيون لميشيل راح جابه لحنا عاصي لأنه حنا عاصي كان عنده عصابة وبيحن. جدي يعني بيون لميشيل كان شيخ شباب يعني بيحط فرد وطربوش وبيحبوا الخيزراني. لاحقا العائلة سنة 33 يعني وقتها خلق ميشيل بنفس الهيدي عمه دخل للحزب القومي عمه أبو فاروق دخل للحزب القومي. لاحقا دخل خيو داود على الحزب القومي. هذا خلى جزء من الثقافة أن يدخل هذا المنزل أكثر وأصبح منزل في كتب مثل ما بنعرف أن الحزب القومي بيجي معه كتب ثقافة صح. وذهب تعلم بالمدرسة 3 قمار. عنده هلأ إخوة عنده 5 إخوة شباب وعنده 5 إخوة بنات. هو رابع الإخوة الصبيان يعني داود وأنطوان وأديب للي هو بيي وميشيل وجهاد جهاد الله يرحمه. هلأ هوديك الأولينيات الله يرحمهم بس بيي وعمي ميشيل الله يخليه بصحته والبنات كمان الله يرحمهم 4 5 بنات خير. كمان فراح تعلم بمدرسة 3 قمار بعدين راح على المدرسة الجامعة الأمريكية ومن هونيك راح على الأكاديمية اللي كانت بالقلبة تعلم علوم سياسية وأخذ شهادة عليا في العلوم السياسية. سنته بال51 كان عمره 18 سنة التقى بغسان طويني اللي كان عم بحاضر وقال له تفضل على جريدة النهار. يعني من كان عمره 18 سنة ساعة اللي راح بلشت نبهته تبين عند الناس وواحد استوعبه دغري وحطه بهالمؤسسة يعني كان بنطاق في من الصحافة وهي أمه اللي كتير شجعته على على الاستمرار. وكانت وأخته الأكبر منه هن اللي كمان ساهموا بقضية حضرتك مش الوحيد اللي رافق عمك ميشيل بحياته علما انك اصغر منه بكتير بس في انك انت ترافقه في الراحل جهاد شقي ولا كان صحافي في دكتور الشاعر فلاح ابو جودي وفي خيول فلاح هاني اللي كمان رافق الاستاذ ميشيل بايامه الاخيره. كابن خيو شو بتذكر من ميشيل ابو جودي لما كان يجي نهار الاحد من بيروت الغربيه سوري على التعبير لبيروت الشرقيه ويعمل هالجولات وكنت ترافقوا ببعضها شو كان طابع هالجولات وليش؟ تقول لك كيف هو مش بس بالأيام الأحداث كان يجي نهار الأحد هو ما قبل الأحداث كان يجي نهار الأحد لأنه هو سكن ببيروت قبل أنا قلت حد الحملة فكان نهار الأحد هو نهار للعائلة مخصص لميشيل بس على ذوق ميشيل يعني مش على ذوق العائلة على ذوق ميشيل. كان يصل صباحاً أول ناس بيوعوا بكير كانوا بيت أهلي يعني يوصل ساعة 6 الصبح 5:30 الصبح يشرب فنجان قهوة ويكون في حكي بالسياسة القومية والأخبار ونعرف أخبار الضيعة مين مات مين كذا تنعرف شو بده نعمل واجباتنا يعني هيدا. فكنت لازم أكون أنا مستيقظ الساعة 6 الصبح نهار الأحد أكون لابس ثيابي ناطر أي وقتها كبرت يعني صرت بعمر للي بعد عمر مش كبير يعني عمر صغير على 8-10 سنين بلشت بهيدا الموضوع إجباري جاي عمك بدك تكون واعي ثم ينتقل لعند بيت عمي داود للي هو بيو لفلاح وهاني ينتقل لبيت عمي داود هونيك بيكون في حديث سياسي آخر وأوضاع أخرى وإلى آخره ثم يفتح البيت الساعة 8 يعني بيت عمي للي هو بيت جدي يعني يفتح بيت عمي بتبلش الاستقبالات اللي جاي عنده خبرية اللي جاي عنده مشكلة اللي بده واسطة اللي بده واسطة اللي عنده شغل كان ثم يأتي بعدين بيجوا السياسيين والصحفيين والأدباء والشعراء. هلأ بمرحلة الحرب لأنه صار في انقطاع ما بين المناطق أصبح لازما عليه أن يرى الشق السياسي الموجود في المنطقة الثانية في المنطقة الثانية فكنا إجباري يا بدنا نروح يعني ركبنا بالسيارة يا مين حابب يروح يعني كان يقول مين حابب يروح معي ليه حابب بيروح أو كان يختار أنت بتروح أنت ما بتروح أنت كذا يطلعنا أو كانوا يجوا لعنده السياسيين وكانت الأحاديث على شرط إلا إذا في سر معين
كانت تبقى سري بين اثنين. أما بقية الأحاديث كانت أمام الجميع، وكأنه ينقل صالون ميشيل أبو جودة للي هو بالنهار صح، للي هو خمسة أيام في جريدة النهار أو خمسة أيام أو ست أيام جريدة النهار، ينقله نهار الأحد إلى الزلقة في منزله خلال الأحداث. وكان في مفارقات مهضومة، إنه مرة إجا بالمليلة تبع قوى الأمن الداخلي، يعني كان في أنس كذا كيف منا نقطة. بعدين وقتها بالثمانينات انه يدق مثلا مسكر المعبر اليوم اللي كانوا يمرقوا على سباق الخيل، نعم هيك يا هشام اتصل بي، كان عندنا رابطنا ضابط الامن التكتي تبع بالجيش، نتصل فيه يفتحوا له الحاجز لميشيل تا يمرق. يعني كان في شويه مغامرات، ولكن كنا نروح معه عند جميع السياسيين في هذه المنطقه، نقعد نحن وياهم نسمع الاحاديث نسمع كل شيء. اللافت بميشيل أبو جودة ما أصدر كتاب، على رغم سعة اطلاعه ومروحة معارفه الواسعة، لا توفى بال92، جمعت له دار النهار مقالات بثلاث مجلدات، نعم في جهد لعمك جهاد بإصداره، ولما توفى تولى المهمة عنه ميشيل هليل، نعم ما في بجعبة ميشيل أبو جودة مقالات أو كتابات ما نشرت بعد، واحد. وهل عم بيشتغلوا تتعملوها وتصدروها بكتب ولا خلص هوني؟ لا في أو اللي قدامك يعني اللي عم بيشوف الشاشة، هاودي ثلاث كتب، هاودي غير كيفين لأنه مثل ما قلت في 10,397 97 مقال، نعم بيطلعوا حوالي شي 11 مجلد، نعم. اذا بدهم نعمل 10 11 مجلد بيطلعوا المقالات، اذا هو تقريبا كل واحد فيه شي 400 500، في شي 300 كل واحد تقريبا. عندنا هودي شي قال يعني بدك تعتبر هودي مجلد، هودي ثلاثه يعني يمكن يطلعوا شي 30 مجلد، ما بعرف كيف فينا نصغرهم نكبرهم. المشكله انه الحصول على هودي المقالات، وهنالك مقالات أخرى منشورة، مثلا ناشر هو بمجلة كانت تصدر، بمجلة المنبر كانت تصدر بباريس، نعم. لواصف فتال ومنصور عزار، نعم. في محاولة معهم هون الله يرحمهم، بس هون بتنقول عم يمروا شيء من المتحف، هلا بعد شوي بنحكي عنه، صور عن كل مسيرة ميشيل أبو جودة، وهودي الجد والست، ما هيك؟ هودي ست وجدة، هون هن الكتب اللي هودي، هودي لا هودي كتابين بس، هودي كتابين، هاي المكتبة هلا بعد شوي بنحكي عنها، هذا رح يضل يمرق بنحكي، تفضل. في محاولة معهم مع الورثة تبعهم، مع هن كتير متحمسين على الموضوع انه نعمل كتاب عن الكتب عن المقالات للي برات جريدة النهار، كان في محاولة مع الله يرحمه كمان جان دايي، الله يرحمه سيد جان دايي، انه جان شاطر كان الله يرحمه بعملية تنبيش، لانه في كتير مقالات في كتير مجلات حتى ناشر يمكن بالفرنسية بالليموند، لانه كان في اتفاق بين النهار والليموند على يمكن في مقالات بالفرنسية، يمكن في مقالات بالانجليزية مترجمة وطالعة، في مقالات كانت تنشر بجريدة بجريدة كويتية. فكان في خضم كبير من وعدد كبير من هذه المقالات، يعني الله يعطي العافية لميشيل الهليل. على فكرة ميشيل الهليل مش غريب، ميشيل الهليل بيكون ابن بنت عمه لميشيل، ويقول ميشيل الهليل عن حاله أنا اسمي ميشيل الهليل أبو جودي، وقت يجي الموضوع على هذا بعده منيح، بعده حي، بعده منيح. بس اشتغل عمك جهاد بالأول، اشتغل جهاد، حتى المكتبة والمتحف والمكتبة هي فكرة جهاد، ونحن ساعدنا فيها. وجهاد اشتغل على هيدا الكتاب، على أحد الكتب أو ديك، واشتغل بفكرة أنه يوضع لكل مقال الخبرية طبعه، يعني ما فينا نحن ناخد مقال لميشيل أبو جودة لنعرف شو الخلفيته وشو السجياسيون طبعه، شو كان المشكل عن شو كان عم يحكي، تنقدر نقرب للجيل الجديد وللي بدهم يجوا بعدين. هذا تاريخ بحد ذاته، شو ما في شيء ما كتب عنه ميشيل أبو جودة طبعا. هلأ في شيء بده يضلوا بدنا نشتغل عليه، هو سيرة ميشيل أبو جودة، نعم، للي هي
لازم نقدر نشتغل على كتاب لسيرة ميشيل أبو جودة، تخبر ميشيل أبو جودة، مش بس نحكي مقالاته، لأنه كاتب العمود، كاتب العمود اليومي شخص يفقد تاريخه الشخصي، يصبح تاريخه الشخصي من المقالات للي كتبها، وكأنه يؤرخ نفسه يوميا في هذا المقال. صحيح. رح نحاول نعمل شيء نحن له. مش ممكن تعملوا شيء مؤسسة على اسمه؟ هلا المتحف والمكتبة قائمة، يعني نحن عم نفكر نعمل مؤسسة اسمها مؤسسة الصحافة ميشيل أبو جودة. هو في لجنة موجودة وعملها عم جهات كمان، نحن كلنا أعضاء فيها، اسمها لجنة الصحافة ميشيل أبو جودة، للي بتحفظ له بهذا الشريط اللي كان عم يمر قبل شوي، مرقت صور من المكتبة، ترك مكتبة كتبه هو ميشيل أبو جودة. هيدي الصورة هي بمكتبه بالنهار، هي مكتبه بالنهار، نعم، وحاطط صورته هو، ما بعرف مين رسمه نعم، هيدا مكتبه. وفوق في صورة، فوق في صورة للرئيس سركيس، مكتوب تحت منها بالصمود والصبر والصمت، هيدي بس مش مبينة بالصورة، يعني هلا يمكن لازم تبين معنا بغير هلا بشوف. لا لك ليش، أول شيء كتبه كانوا بناطح ما كان ساكن بالغربية أو بمكتبه، كان في كان في ثلاث مطارح كتب لإله، كتبه اللي هو واحد بمكتبه أسسته بغرفته بالأوتيل كارلتون، نعم، وبالبيت بالزلقة، وأسسته له هالمكتبة ومتحف، نعم، وضمنته أغراض خاصة فيه، نعم، وقصصات من مقالات عنه وكذا، وصور لإله مع شخصيات الله والدنيا، نعم. هالمتحف يعني غير ما أنت تفتحه للحابب يقصه، نعم، منه متاح لكل الناس، مش صحيح. لازم لتعريف هذا الجيل أكثر بميشيل، نعم، أبو جودة يكون هالمتحف مؤسسة. لا يا أخو، في شغلتين إذا منا نعملها هيك، في شغلتين لازم يكونوا يتأمنوا، نعم. أولا منا نأمن 10,397 مقال يكونوا موجودين، نعم. اثنين، في مشكلة المتحف، نحن الصور للي حاطينهم إذا ما بيكون في حدا من العارفين بميشيل أبو جودة موجود، إذا مرق حبيب الأستاذ حبيب يونس بيشوف بيعرف هودي منني وليش وكيف وشو فيه، بيقدر يكون صور، ما. بس إذا مرق أي شاب من جيل الجديد بده حدا نشرح، بده يكون في حدا موجود حتى يروي له، لأنه انعملت الفكرة أنه يكون في متحف صوري، متحف يعني يبين هالصور للي موجود، يبين ميشيل أبو جودة قديش كان عنده علاقات ومين وكيف وليش، بس في مين بده يقلن للجيل الجديد هذا الموضوع. وهذا للي منخليه للخاصة، أو مش للخاصة، الخاصة يعني مش إنه عم نحكي إذا أنا في إحدى المدارس عنا بالزلقة، حكيني رئيس مدرسة من سنة الماضي قال لي بدنا نجيب التلميذ صف صف نفوتهم نعرفهم على المتحف والمكتبة، قلت له أكيد بدنا نعمل جدول تنكون نحن موجودين، يعني بده يكون في حدا موجود تيقدر يعرف على في حدا غيرك مهتم بالمتحف؟ في فلاح وفي هاني وفي ابن هاني مهتمين فيك في انه يفتحوا للناس اللي بيقصدوه، بس لا مش انه مؤسسة حدا بيقعد في مكتب أو لا ما عاملينه هيك، لانه عم اقول لك شو هلأ ني للابحاث بدنا نجمع كل المقالات ونحطهم تيقدر حدا يجي يقدر يعمل ابحاث عن ميشيل ابو جودة او عن الصحافة او عن شيء بقلب هذا المتحف، علما انه في محل، في مكتبة، واحد في مكتب، في كل شيء، في كل شيء جاي. هلأ ني نحن قدرنا نجيبهم، في مشكلة بالهودي، نحن جبنا من النهار المقالات، بس في مشكلة تقنية مش عم نقدر نفرغهم لهال يعني بشكتك يعني إلكترونية، ما بعرف شو هي، ما بنقدر نفتح هودي المقالات تنقدر نشيله ونحط نصوره بتصرف الناس، لأن احنا ما فينا نحط، إذا ما نحط شيء بالمتحف المكتبة هو بتصرف العالم، مثل ما كان ميشيل أبو جودة بتصرف الناس، يفوتوا الناس على مكتبه بين هلالين، ميشيل أبو جودة عمل رئيس تحرير ومدير مسؤول، وكل هذه العظمة عند ميشيل أبو جودة ما كان عنده سكرتيرة، ما عنده مرافق على الباب، توصل بجريدة النهار تطلع على الطابق السادس بتضلك فيت على مكتبه دغري على السالون، إن شاء الله بيكون بهالسالون قاعد ياسر عرفات وكميل شمعون وبيير جميل وكل هودي قاعدين، بفوت حيلا مواطن بيفتح الباب بفوت على لأنه هذا متاح للعالم، هيدي هذه سياسته كانت، هذه فلسفته عن حاله. إنه حلو، هلا بنحكي. بيسأل غسان تويني بمقدمة لأحد الكتب الثلاثة اللي قدامك، نعم،
هل يزول ضمير يسكن الكلمة؟ لك شو عمله؟ نعم. وبينقل عنه لميشيل أبو جودي قوله: الصحفيين كمن يترهب، يترهبون للمهنة، ينذرون حياتهم بشغف، أو لا يكونون ولا يصيرون من أهل الصحافة وربع. هل تجوز النهار مشان هيك ما تجوز؟ كل حياته كانت النهار؟ ايه، مش تجوز النهار، تجوز المقال. المقال تجوز المقال. استاذ حبيب عمره 18 سنة اجى على جريدة النهار. نعم. عمره 18 وبدأ الكتابة مش ال 55 حقيبة النهار، قبل ال 55 عمل محرر صفحة الصحفية، وعمل محرر الصفحة الدولية، وبعدين كتب تحت اسم قدموس وعشتار، وبعدين كتب حقيبة النهار اللي كانت بالصفحة الرابعة ورأيت الصفحة الأولى وطلعت حقيبة النهار. بيقول له لمحمد حسنين هيكل، بيقول له أنا لا أكتب المقال كل 24 ساعة، بل أكتب المقال طوال ال 24 ساعة. ايه حلو، يعني عايش للمقال. هذا المقال كل النهار طبعه بيطلع بالمقال، أو بيطلع بالمقال بنص نهار، أو بيطلع بفكرة، أو بيطلع بس على طول. في مرة نايم بالليل غلط بتاريخ، نايم وعي بالليل قال التاريخ غلط، دق للمطبعة انه غيروا تاريخ اللي كان عم يكتب عن شيء بده تاريخ، قالوا غيروا التاريخ مش مزبوط. اذا كان يعيش هذه الحالة الصحفية المستمرة للي هي المقال. لاحقا النهار صارت ميشيل، وميشيل صار النهار صح وقت، خاصة عندما انتقل الاستاذ غسان تويني من الصحافة الى السياسة. صار ميشيل هو الحامل. كان لما عمل رئيس التحرير كان هو الاستاذ لويس الحاج. بعدين بال 75 عملوه مدير مسؤول. نعم. واصر على بقاء النهار في الحمراء، واصر على بقاء الجريده والصحفيين والكل. اذا بدك حمل جريده النهار كل هيدي من وين بده يجي وقت يتجوز يا استاذ حبيب؟ وكنا وقتها نساله يقول للجميع، لأولاد أخته ولأولاد خياته، للجميع أنتم أولادي الفيزيائيين، واللي بيطلع منكم بيعرف بعدين بيكتب بصير هو ابن الروحي بالكتابة طيب. ميشيل أبو جودة تعرض طوال حياته الصحفية لمخاطر كتيرة. نعم. انشطب وجهه موسى حلاقة الواحد. نعم. بعت له عبر هالشط برسالة. نعم. انسجن، انخطف. نعم. وعينه كتير أثناء التنقل. نعم. بين الغربية والشرقية. نعم. وهلا بعدك عم تقلي في مرة من الليلة وصلته. بس حادث الخطف اللي هز لبنان والعالم العربي بقي الأبرز بمسيرته. نعم. وانطبع بذاكرتنا وما تكشفت دوافعه إلا لاحقا، وعملوا كل شي فيه كانوا شخصيات وقتها لحتى أطلقوا لميشيل أبو جودة. يبدو استاذ هشام ان لديك الروايه الكامله لهذا الحدث. نعم. مهم الحدث. نعم. يا ريت تقدر تختصر لي. نعم. حتى يعرفوا هالناس ليش انخطب في شباب. اول شيء بدي انا اشكر ابن عمتي وليد عون للي كان معه بجريده النهار. نعم. ورافقه لسنه 82، هو للي عنده كان مجمل اسرار الخطف. نعم. لانه كان حد منه. هو نقلنا جزء من هذا الموضوع، نحن بعدين عرفنا الجزء الباقي من عمي ميشيل خبرنا اياه. راح بسرعه خبرك عمليه الخطف. ميشيل ابو جودي خطف لثلاثه اسباب. السبب الاول بدهم يعرفوا السر اللي حكيه هو كورد فالدهايم بشهر حزيران 1974. وقت مرق كورد فالدهايم قعد ساعتين بمطار بيروت، كانوا يريدون الجميع معرفة السر. ماذا قال ميشيل أبو جودي، ماذا قال كورد فالدهايم لميشيل أبو جودي عن ماذا سوف يحدث في المنطقة وشو بدته. تاني سبب مباشر هو محاولة تفجير الحرب اللبنانية، لأنه مباشرة بعد ساعة من خطفه بدأت الاتهامات المتبادلة، وخاصة حاولوا يتهموا منظمة التحرير الفلسطينية أنه هي للي خطفته. نعم. لميشيل. ثالث سبب هو
إذا بدك هالطريقة اللبنانية للي هي معقولة تخرب بلد طويل عريض، محاولة انتقام من بعض أزلام العهد، بعض أزلام العهد. نحن من عم نحكي ميشيل بعهد أبو سليمان فرنجي بسبب مواقف، عم نحكي عن بعهد الرئيس سليمان فرنجي. ايه عم نحكي عن عم نحكي 74 لتحت الرئيس سليمان فرنجي، لانه رئيس سليمان فرنجي كان خوتين بده ميشيل، وتبين بعدين انه مدير العام الامن العام انطوان الدحداح وعملاء لعند عند انطوان الدحداح مشاركين بالخطف. هلا لي راح نخبر كيف صارت. ميشيل ابو جودي الساعه 9:15 كان متوجها الى اوتيل كارلتون بسياره سمير عطله، بيكسروا عليه عربيتين، بفوتوا بالعمود، بينزلوا ست مسلحين من السيارتين او اربع مسلحين، بيخطفوا ميشيل ابو جودي من بيخطفوا لميشيل ابو جودي من السياره، بيقوصوا يقدروا ياخذوه من السياره لانه ما كانش يطلع. سمير عطله تركوه يهرب لسمير عطله وكان عم بيصرخ الى اخره، واخذوه لميشيل ابو جودي. اخذوه لميشيل ابو جودي واستبقوه ببيروت او خارج بيروت، فعنا روايتين، روايه بتقول بقي ببيروت وروايه بتقول لا اخرجوه الى منطقه جزين، ومن منطقه جزين حطوه بسياره دفن موتى، او من بيروت حطوه بسياره دفن موتى بتابوت، حطوه بتابوت، عملوا موكب جنائزي وقطعوا لميشيل ابو جودي الحدود اللبنانيه السوريه، واخذوه الى احدى المناطق السوريه حيث جرى التحقيق معه. مين للي خطفه؟ ايه مين اللي خطفه؟ خلي لي انا بعد الفاصل الاعلاني لو سمحت. ما معروف، لانه خلي شويه تشويق للبلد القصه. منتابع مع الاستاذ هشام ابو جودي ابن شقيق ميشيل ابو جودي بالذكرى 32 لغيابه، ولكن بعد هالفاصل الاعلاني. منتابع حلقة نقطة فاصلة مع الأستاذ هشام أبو جودي ابن شقيق الصحافي الراحل ميشيل أبو جودي بهالحلقة المخصصة لتكريم صاحب العمود الأشهر بتاريخ الصحافة. كنا عم نحكي عن قصة خطفه اللي ضجت فيها الدنيا، قلت لي من خطفوه وحطوه بتابوت جنائزي، عملوا له موكب جنائزي وأخذوه على سوريا، بلش التحقيق معه. شو حققوا معه؟ مين اللي حقق معه؟ وليش بسوريا؟ نحن كمان سنة ذكرى 50 لخطفته وعودته 1974 2024 اللي خطفوا هي مجموعة من الصاعقة مغطاة من قبل مدير عام الأمن العام اللبناني أنطوان الدحداح، في معه أحد العملاء اسمه وليد الرز كان مع المجموعة للي خطفته لميشيل أبو جودي، أخذوه إلى منطقة الزبداني. منطقة الزبداني حقق معه شخصين، شخص اسمه محمد ديب سكرتير رفعت الأسد، وحكمة الشهابي شخص كان رئيس أركان، كان رئيس لا كان بعدين صار هو رئيس أركان، هو بعدين رئيس أركان، كان وقتها مسؤول مخابرات الأمن العسكري تبع. حقق معه أول شيء محمد ديب محاولة لاستهلاكه لميشيل أبو جودي، شو بتعمل مع الصحفي، شو بتحكي هذا، شو بيحكي هذا إلى آخره. بعدين إجا التحقيق الفعلي من حكمة الشهابي، حكمة الشهابي دخل إلى الحديث مباشرة يريد معرفة ماذا كان الحديث بين ميشيل أبو جودي وكورد فالدهايم، وهل كورد فالدهايم أفشى السر عن وضع المنطقة وماذا سوف يحدث. إلى تبين من الأسئلة ومن ذكر بعض المواضيع أن من هو خلف هذا الخطف هن الأمريكان. أمريكان بدهم يعرفوا إذا كورد عبر سوريا، عبر سوريا إيه بحكمة شيبي زلمة مين؟ أوكي ما حكمة شيبي وقتها توفى، حكمة شيبي توفى بواشنطن ما توفش بسوريا. حكمة شيبي كان معروف إنه هو زلمة الأمريكيين في النظام السوري، في النظام السوري. عبر حكمة الشهابي ورفعت الأسد خطفوا ميشيل أبو جودي لمعرفة باقي التفاصيل، وحتى هن السوري وحتى رفعت الأسد وحكمة الشهابي كانوا مهتمين يعرفوا الكثير من الأخبار. هلا شو كان عم بيصير ببيروت؟ يعني نحن هذا التحقيق. هلا ميشيل أبو جودي تنصل من كثير من المواضيع وما خبر، ما أفصح، ما أفصح، وكان التحقيق مش مغطيين وجوههم هني ولا مغطيين وجه ميشيل. انه ميشيل شاف حكمة الشهابي
مش هيل شايف محمد ديب بس ما بيعرفوا لمحمد ديب. لا محمد ديب بالصدفة رجعوا بباريس التقوا فيه سنة بالثمانينات وسأل عمي سألوا لوليد كان وليد ابن عمتي صار بباريس قال له هيدا مين دخلك سلم عليك قال له هيدا محمد ديب سكرتير رفعت الأسد قال له هيدا اللي حقق معي بالخطف تتشوف الصدفة بهذا شو كان عم بيصير ببيروت ببيروت ساعة للخطف رجع سمير عطلة على النهار بالنهار بلشت الاتصالات اجا بهيج تقي الدين وزير الداخلية وطلعت خبرية اجا اجا ابو حسن سلامه وهواري وابو الهول من ياسر عرفات نعم. وصلوا لهونيك بلش التحقيقات هلا السياره اللي خطفته كانت عم بتراقبه لمده شي 15 20 يوم وحاولت مرتين تخطفه قبل هيدي العمليه ولذلك وليد ابن عمتي قال له عمي لوليد ابن عمتي قال له نزال شوف هيدي السياره الفيات 127 اللي لونها خردل هيدي نزال شوف لي من هول اللي بالسياره هيدا قبل بساعات من الخطر نزل شاف هيدي السيارة وشاف للي فيها كان في شرطي عم بحرر ضابط فيها طلع للي بقلب السيارة أخذ الضابط طبعا الشرطي خزقه وكبه تتعرف قديش كانوا محميين بال 74 ما كانش فيك تخزي على شرطي يعني كان في هيبة الدولة محمي يعني محمي وضارك قوي كتير فانكشفت بلشوا بهيدي للأسف بلش التضليل كمان مع عملية الاكتشاف بلش التضليل بلش تيجي اجى تليفون لبهيج تقي الدين من احد الاشخاص بالقصر بعبدة بقول له لبهيج تقي الدين يا حو مش عندنا معلومات يا حو مش ابو جودي عند ياسر عرفات فبيختلفوا ابو حسن سلامه وبهيج تقي الدين بمكتب غسان تويني ويتدخل كمال جنبلاط لفد الاشكال بعدين بهيج تقي الدين فسروا له شو الوضع راح عرفوا السياره لمين كمشون لكل جماعة الصاعقة بنهار أربعة ثلاثة هو خطف نهار ليلة ثلاثة نهار أربعة كشفت المواضيع بلشت الاعتقالات بنهار خمسة انكشف لدى محققي الأمن العام تدخل مدير عام الأمن العام وجماعته بالقصة فأصبحت الموضوع كتير مكشوف وبلشت الفضيحة وكان الرئيس الفرنجي عم بيصرخ بده ميشيل طي بده ميشيل ونزلوا الجيش وقطعوا وقتها قطعت الطرقات ومظاهرات لبنان فكبرت المشكلة وقتها كبرت كمال جنبلاط بيطلع إلى دمشق بموعد أعتقد أنه ساعة له الرئيس الفرنجي مع الرئيس الأسد مع تدخلات كل الرؤساء العرب والملوك والإلى آخره بالضغوط والكل عم بيقولوا السوريين خاطفينه بيطلع كمال جنبلاط لعند الرئيس الأسد رئيس أسد بيقول له لكمال جنبلاط الله يرحمه اثنينتهم بيقول له أنتوا اللبنانية بتعملوا عملتكم وبتجوا بتحطوها عنا نحن فبيصير في مشادة كلامية وبيقول له ساعتها كمال جنبلاط بيقول له هيدي معلوماتنا 1 2 3 4 5 فيتفاجأ الرئيس الأسد بيستبقيه لكمال جنبلاط وبيغيب الرئيس الأسد بيرجع بيقول له معك حق يا حو بالزبدانة ومخطوف كذا بدنا نضبط بالقصة لأنه حكمة ورفعت عاملين الخبرية بعته بيقول له ساعتها لكمال جنبلاط بعته أنطوان الدحداح ياخدوا بعد منتصف الليل فبيرجع كمال جنبلاط لعند الرئيس الفرنجي بيقول له هيك 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 الموضوع بيبعت رئيس فرنجي ولا أنطوان الدحداح بيقول له اطلع جيبه قال له من وين أنا بعرفون هون بيطلع صوت كمال جنبلاط بيقول له ما أنت للي خاطوا هيدي معلوماتنا كان صار عنده المعلومات موثقة بكل شيء بيقول له ساعتها الرئيس الفرنجي لأنطوان الدحداح بيقول له ليك يا أنطوان بدي إياه طيب أنا بدي وأنا سهران كل الليل حتى يرجع طيب لوجد الصبح تا يرجع ميشيل أنا بديك يرجع وضلوا سهران ترجع ميشيل أبو جودي وتروق هو وياه ببعبدة وبدأ إخفاء القصة للي ما حدا وطلعت الخبرية أنه رجع ميشيل أبو جودي رواية بوليسية جهابسة اللي بيكتبوا بوليسية ما بيقدروا يكتبوها بهذه الطريقة اللي صارت نعرف ميشيل أبو جودي بأنه كان رائيا في مقالة لقاله ب 13 أيلول 74 عنوانها عملية تغيير كاملة لخريطة المنطقة
بتوقع فيها زوال دول وقيم دول جديدة، وبيكتب إنها لحظة موت عالم قديم لكنه موت بلا ميلاد، عملية اغتيال يرث فيها القاتل تركة القتيل، ويصبح القصر والأيتام. سوف تقطع رؤوس كل الذين يعرفون السر، وستفقع عيون كل الذين رأوا ولم يؤمنوا، وستقطع ألسنة كل الذين يمكن أن ينبسوا بالكلمة الممنوعة. ستكون ظلمات فوق ظلمات، وسيفزع الرجل في مخدعه ويبيع زوجته ويعض أهله. لم يكن ميشيل أبو جودي رأيا سياسيا استراتيجيا فحسب، بل كان أيضا رأيا في السلوك الاجتماعي. مش هيك يا أستاذ هشام؟ هو هيك. هيدي المقالة كتب فيها السر والمعلومات للي تبع كورت فالدهايم، وماذا عرف عن وضع المنطقة، ولكنه كتبها بطريقة النبوة. وعلى فكرة المقال أول ما نشر نزل بجريدة النهار، لم ينشر باسم ميشيل أبو جودي، لأنه كان هنالك اتفاق أنه ما يحكي ميشيل أبو جودي هذا، ولكنه كتبه وكتب شاف شو بده يصير وضع المنطقة بشكل يعني بعدنا لليوم نقرأ. يعني إذا أنا بس أقرأ دغري بشوف واحد داعشي قدامي بيقول أنه سوف يصبح للناس ألسنة طويلة ولكنها لا تتكلم إلا بما يقال، وأذان طويلة لا تسمع إلا ما يقال لها. فشبهن للناس أنه بدهم يصيروا مثل حجارة الطريق، يومها لن يخطف أحد فلا أحد يخطف حجارة الطريق. صح. اليوم إذا بتطلع بالناس اليوم بلاقيهم للناس اليوم ألسنة طويلة بس شو بتحكي، وأذان طويلة تسمع الاخبار للي يا ماك دينان طوال قد ما بدك، والسنات ولا اطول وفالتين على كل السوشيال ميديا، نعم بدك اخبار وحكي. لكن بتشوف هيدا هالرؤيه شو اسمه دكتور فريد الياس الخازن، نعم سفيرنا بالفاتيكان، بيقول أقرأها دائما وأعتقد نفسي أقرأ نبوءة توراتية. صح صح، أقرأ نبوءة كتبها فأزن بالأسلوب تيخفي اسمه. كأن نبوءة. هلأ هو بكل كتاباته هنالك دائما ما يسمى الرمي إلى الأمام، يعني يحلل ما هو قائم، يحلل شنك سميناه الرأي، وهو بيقول لك لقدام شو فيه. يعني إذا بس بنقرأ شو قايل على الامريكان، او مثلا وصول الامريكان الى القمر، بيقول هذا الانسان الامريكي وسيله تجمع بين ترويض قوته وعلاج ضعف الاخرين، فان صورته كعملاق جبار يقف على رجلين من فخار، وستزداد وضوحا أكثر فأكثر ولو وصلت يداه إلى القمر وما بعد القمر، وسيزداد عجزه أكثر فأكثر عن تغيير تلك الصورة. 20/7/69 عم يحكي مثل كأنك عم تحكي اليوم، عم تعيش اليوم. بيحكي عن أمريكا، بيقول لأمريكا، بيقول وقت صارت الثورة الإيرانية، بيقول إنه اللي طلع بوجه أمريكا، إن أمريكا للي بتقول للي تتنصل من الحقيقة والحقوق تبع الفلسطينيين، لن تنفجر فقط إيران في وجهها، بل سوف ينفجر لاحقا الخليج وما بعد الخليج، ولن تكون النتيجة إلا كما فيتنام. بس 1979 شوف أمريكا قديش، إنه أمريكا للي استعمالها القوة المفرطة والزائدة لن توصلها إلى هذه النتائج. كان يكتب باستشراف دائما. صح. إلى الأمام. تنشحل أكثر تناخذ. نعم. كل الأخبار اللي جمعناه هون. شو بتعرف، وهل خبرك عمك ميشيل أو حدا عن طلب عبد الناصر من وزرائه؟ فاتوا مرة على مجلس وزراء قالوا قريتوا ميشيل أبو جودي؟ قالوا لا. قالوا بتقروا بترجعوا بتفوتوا. أخر اجتماع مجلس وزراء لبعض الظهر تيكون عدد النهار وصل على مصر الساعة 4 الظهر، وكان يقرأ على طول، كان من المدمنين على قراءة ميشيل أبو جودي. نعم. هل قد كان مهم ويؤثر ب هلأ ليك الموضوع أنه أجل مجلس الوزراء أو ما أجل مجلس الوزراء موضوع شوي مخلوط، ولكن الخبرية الحقيقية أنه وزير الإعلام تبع عبد الناصر
اصطفت الشريف كان يقول له كان يقول له كان يقول له على طول عبد الناصر ريت ميشيل ابو جودي اليوم هو ذكرها بمذكراته وزير الاعلام للي كان ايام عبد الناصر بيقول له كنت اقرا يطلع مش قاري هذا فعرف السر كان رئيس عبد الناصر توصل الجرايد بعد الظهر يخدها ويروح على من بعد الغداء يقراها ويرجع على الاجتماعات وهذا يمكن ان يشير انه الاجتماعات كانت تصير بعد الظهر الخبريه الاكثر بنعرفها عن عبد الناصر انه وقت منعوا جريده النهار من الدخول الى مصر نعم فبيعرف عمي ميشيل كان في ثلاث كانوا ياخذوا ثلاث نسخ كل يوم كل يوم كل يوم يتاخذ ثلاث نسخ من جريدة النهار واحدة لعبد الناصر واحدة لعبد الحكيم عارف واحدة لوزير الإعلام أو لحسنين هيكل محمد لهيكل نعم. يعني يا واحدة والتالتة واحد لهود اثنين بيعرف عمي ميشيل أنه عم يصير هذا الشيء فيكتب مقالة وقت عارف بيقول فيها أن عبد الناصر ما يمنع النهار عن المصريين ويقرأها هو كل يوم فيضطر رئيس عبد الناصر يرجع يسمح للنهار أنه تدخل هو مش بس الرئيس عبد الناصر هو الكل كانوا يقروا تقصد كان بده العدد الورقي لأنه ما يعني كان حتى السادات حتى السادات في مرة بفوت وعمي هيدي كتبها بما أنه السادات بفوت على مجلس الوزراء بعيط له يا فلان بتقروا ميشيل أبو جودي قال لهم ميشيل أبو جودي بيعرفني أكتر ما أنتوا بتعرفوني وبيعرفوا شو للي بدي وقت راح عمله زيارة للسادات أصر عمي على معرفة ليش حكي السادات طلعت جملة بأحدى المقالات بيقول فيها أنه السادات لا يستطيع أن يقول كل ما يعرفه ولذلك قال هاته ميشيل بيعرفني ميشيل أبو جودي ما جمع ثروه لا طيب وكتب الراحل إدمون صعب فيه بيقول عندما كان يعرض عليه مال يخجل وتحمر وجنتاه فيحاول أن يفهم صاحبه صاحب المال أن النبيل لا يشترى فلا يفهم هذا العم يرشيد بل يسأله هل رفضه عائد إلى أن ما يعرض عليه هو دون سعره الحقيقي؟ أنه هلا استرخصت يعني؟ وقد لازمه الفقر وعفت النفس طوال حياته عملا بوصية والديه. هل نستطيع القول من مقتنياته في المتحف نعرفه؟ لك أنا بدي أحكي الحقيقة. لا ميشيل ميشيل كان بمرحلة معينة مرتاح ماديا. مرتاح ما قلنا مرتاح وكان عنده مقتنيات وكان عنده كل شيء وصار في مرحله معينه فقدت بعض المقتنيات هذا الموضوع وكان هنالك تبذير كبير كان في تبذير بس ميشيل ابو جودي ما كنت قادر تشتري منه لا موقف ولا مقال ولا تستطيع تاخذ منه هذا الشيء رح خبرك قصه عندما دخل عبد الكريم قاسم قرر يضم الكويت بالستين أوائل الستينات 1960 أو 1961 فالمندوب الكويتي ببيروت كان عم ميشيل أيد موضوع ضم الكويت والموقف القومي إذا بدك الموقف القومي الهروب الوحدوي للي هذا الموضوع بيقول له أنه بيكتب مع العراق فبيجي المندوب الكويتي لعند عمي ميشيل بيقول له أنه ليش واقف مع العراق نحن معنا بريطانيا وأمريكا ومعنا المال ومعنا كل شيء والبدك نحن حاضرين علي يا أستاذ ميشيل إذا بتكتب معنا قال له خلينا نشوف لبكرة تاني نهار طلعت المقالة وقال له كمال مدوب الكويتي قال له أنت عم تكتب مع طرف رح يخسر خسران فبيتطلع المقالة تاني نهار عنوانها نحن مع العراق ولو خسر هيدا الموقف المبدئي هيدا الموقف المبدئي الجدي للي بتدفع حقه اغتيال او بتتخطف او بتدفع حقه او ما بتصير معك مصاري مليارات مليارات ولكن للحقيقة كان معه مصاري عندما كان عم يشتغل وكان ياخد حقه كشخص عم يكتب كان عم ياخد حقه بشكل كان معيشه بالنهار كان معيشه منيح ولكن ميشيل ابو جودي مات فقيرا
مات فقيرا. عبر أنس الحاج الله يرحمه عن خيبة وانكسار بموت ميشيل أبو جودي وكتب إن عبقري العمود اليومي ذهب ليرتاح. لقد أرهقته خيبة الأمال وروعه ما يروعنا كلنا خسارة الذات. هل عبر أمامك عن هالخيبة والخسارة بشي مرة؟ خصوصا أن أنسي يرى أن قلم أبو جودي الحقيقي سكت قبيل بدء الحرب عام 75. لا أنا ما بوافق أنسي أنه القلم سكت قبل ال 75. لا، ميشيل استمر. اللي بيقرأ مقالاته عن رئيس الياس سركيس بسنة وقت اجى رئيس سركيس بيقرأ مقالاته خلال الحرب، اللي بيقرأ كل هذا الموضوع بشوف أنه ميشيل ما ميشيل أصيب بخيبات الأمال بدءا من سنة 82. اعتبر وكأنه هنالك شيء لبنان للي هو بيعرفه بدأ يتفكك بدأ ينتهي. ثم من 88 وطلوع هالأربع سنوات للي مروا اعتبرهم كتير 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 عملوا له أحباط، كتير عملوا له إذا بدك هالخيبات الأمل للي صارت بهذه المرحلة. ثم أكيد من 90 وطلوع عرف أنه دخل لبنان بمرحلة جديدة، وهذه المرحلة الجديدة كتبها بمقالة بإحدى مقالاته الأخيرة، كتبها أنه نقرأ في اسم المقالة نقرأ في كتاب قديم وبيحكي عن لبنان كيف نقرأ كل شيء بالقديم اليوم صار لازم نقرأ بجديد، وكأنه يقول أنها مرحلة جديدة وما بيقدر يتأقلم فيها. ولذلك هو هذه المرحلة هي مرحلة الانكسار. كان عنده نوع من انكسار ذاتي. كان عنده انكسار ذاتي. أكيد كسر انكسار ذاتي. حتى كان يقلنا لقلنا مش هذا لبنان اللي هو عايش فيه. مش هذا لبنان. مش هذه هي. مش هيك لازم تكون الأمور. مش بهالطريقة. كان يقول إنه هم كل رؤساء الميليشيات وزعماء الميليشيات أن يدخلوا إلى السلطة لا يحكموا. ما كان يقدر يتصور إنه زعماء الميليشيات بدهم يصيروا هن بالسلطة، هن بالدولة، هن الدولة، هن الحكم، هن شو بدنا نكتب. فكان قال له لعم جهاد الأفضل يضلون الناس يسألوا ليش ميشيل أبو جودي مش عم يكتب. كتير أفضل من إنه يقولوا شو عم يكتب ميشيل أبو جودي. يعني بيقول لي نيالك انت عندك عقيدة وفكر وحزب والى اخره، عندك فضاء تقدر تعيش فيه، بتقدر هيدا. انا هيدا خلص عندي. قال هيدي الكلمة، يعني الفضاء للي كان عايش فيه، الفضاء اللبناني، الفضاء اللبناني العربي هيدا بالنسبة له كان انتهى بهيدي المرأة، وهذا سبب له الكثير من الأمراض والأحباط. يعني الوضع النفسي أثر على صحته. أكيد. ومات ابن 59 سنة بعز الدين عطاؤه شبابه إذا صح التعبير. نحن بعد عندنا محور واحد أستاذ هشام أبو جودي عن الراحل ميشيل أبو جودي، ولكن بعد هالفاصلة الإعلانية. فاصلة ونرجع. وصلنا للمحور الأخير من حلقة نقطة فاصلة مع الأستاذ هشام أبو جودي عن الذكرى 32 لرحيل الصحافي الكبير ميشيل أبو جودي. بعد عندنا كم سؤال حلوين بيكملوا هالسيرة اللي عم نحاول نلخصها قد ما بنقدر. كتب ميشيل أبو جودي مثل ما قلنا قبل شوي 10379 قلنا 97 79 مقالة. في مقالتين حسب رأيي يعني شغلوا الناس طويلة. في حمى الأمير وداعا أيها اللواء، وكان بيقصد فيهم الرئيس الراحل فؤاد الشهاب. أول شيء ليش كان معارض الشهابية؟ أم أنه تلك المقالات أو تينك المقالتين كانوا الشعرة اللي قصمت ظهر البعير مثل ما بيقولوا بين النهار والحكم؟ لك أنا ما بشوف إنه ميشيل أبو جودي كان يعارض الشهابية، ولكن ميشيل أبو جودي كان لا يقبل بالحكم طريقة الحكم بواسطة المخابرات والمكتب الثاني. وما بدنا ننسى إنه كمان جاي القصة شوي من إنه طالعين من معركة، من حرب كانت. هذا الموضوع كان ميشيل والنهار والجميع أقرب إلى
إذا بدك الخط القومي للي كان ماشي مع كميل شمعون في تلك المعركة. ولكن ما بلشوا بالمعارضة دخري، ما بلشوا بالمشكلة. ايه ما هون عم نقول هلأ اللي صار سببي. اللي صار اللي صار بهذا الموضوع صار، وإذا أنا بشوف ما قالته 1960 لا من بعد ما استقال الرئيس شهاب بيقول لقد أصبح الأمير المطلق وعليه إقصاء المنظومة وإلى آخره. ولكن برأيي اللي قسم ظهر البعير الشعرة هي انتخابات 1960. تنرجع للمقال ثاني سقطوا فيها اللي سقطوا فيها كتار وكانت انتخابات طائفية. مش المشكلة انه حطت لبنان في كونتكست طائفي. السنة عمل قانون القضاء قانون الستين اسمه قانون الستين للي عمل على عقد الأقضي وإلى آخره. ساعتها انكسرت إذا بدك القصة وراحوا إلى أبعد. ساعتها راحوا كل المعارضين العبد إلى حد الانقلاب. هلأ من خطر أقولك لهذا السبب كان يكره غسان تويني وصول العسكر إلى الحكم. ايه اكيد يعني كان في لا هلا انتبه ميشيل بالمقالتين ما لازم اخبر المقالتين في حمى الامير كان في احتفال المغتربين بقصر بيت الدين بيمرق رئيس الجمهوريه بدائر القمر بيلتقي بنعيم غبغب بيقول له لنعيم غبغب الحقني على الاحتفال وبيمرق رئيس الأركان كمان فيضطر نعيم غبغب كان هو رأس الحرب بالمعركة بالشوف مع الرئيس شمعون أكيد طبعا طبعا حدا بيطلع نعيم غبغب إلى قصر بيت الدين فيتجمهر عليه بعض الناس وبيقتلوا لنعيم غبغب قدام القصر فيكتب ميشيل أبو جودي مقالة في حمى الأمير بلش له بالمقالة يوم القتل لم يقتل قتلته ثقته بالقصر يعني هاي أول جملة وبيقول له للرئيس شاب أنه جدك المير بشير كانت الناس تحتمي فيه وهي بعيدة كيلومترات وكيلومترات على القصر فكيف يقتل بهذا الموضوع. مقالة كتير قوية بتنقرى بالتحليل السياسي بشكل ثم تأتي بقالة من بعدها بالنص بين المقالتين بتجي مقالة عن القضاء عن قصة نعيم غبغب أنه لو أبو حسن بيسمي أنه لو بيجي أبو حسن بيقول للقضاء قول مين للي قاتل بيقول مش بتسجل بمجهول القضية ثم تأتي التعيينات الإدارية بتيجي التعيينات الإدارية والتعيينات الإدارية بيعتبر ميشيل أبو جودي أن النظام القائم في لبنان تغلب على الرئيس شهاب بيقول له قضى سنتين ليغيره وقضت سنتين لتغيره فوداعا أيها اللواء نهارا تقوم جماعة المكتب تاني بمحاولة اغتيال لميشيل أبو جودي يعني وقت ميشيل أبو جودي يضرب بالموس ضربوه بالموس مش ضربوه على وجهه هي المحاولة ضربتين ضربة على بطنه حاولوا يضربوه على رقبته للقتل مش محاولة للشطب محاولة لأنه كان لابس معطف سميك فأجت الضربة على البطن بالمعطف تراجع لورا ضربوه إجت الضربة على وجهه لميشيل أبو جودي وساعتها كانت القصة كبرت أكثر من هيدا واستمرت إلى أن طبعا نخفي عن الناس نعم ميشيل أبو جودي مثل كثيرين في لبنان كانوا من الدافعين نحو الانقلاب حزب الأومة الانقلاب ايه أخذوا ب 25 كانوا الأول بس ما حدا انطالوا لميشيل أبو جودي عملوا لا ما أخفوا ثلاثة أرباع اللبنانيين كانوا مشاركين بالانقلاب القوميين حميوا الكل ما حكيوا عن حدا ميشيل أبو جودي تخبرها هيدا اعطيني بس دقيقة 25 كانون الأول بيتصل عمي ميشيل بأهلي بيقول له ما نطلع نشكر البطرك إنه عطيكم السماع تتجوزوا بي أخذ بنت عمه تجوزوا بتشرين الثاني 1961 بيجي عمي ميشيل معه فؤاد عوض النائب فؤاد عوض بيجي معه فؤاد عوض لابس مدني وبيطلعوا إلى كركي
فبيمشي عمي ميشيل أول واحد بيسلم على المطرق وبيعيده بعيد الميلاد 25 كانون الأول، لأن إليه بحدث ب 31 كانون الأول 1961 يعني قبل بجمعة من الإنقلاب. نعم. بسلم عليه للبطرك المعوشي، وبيجوا أمي وبيي بيسلموا على البطرك المعوشي، وبيجي فؤاد عوض بيقول له سيدنا هيدا النهيب فؤاد عوض، فبيغمروا البطرك المعوشي لفؤاد عوض بيبوسوا براسه بيقول له روح يا ابني الله يوفقك باللي بدك تعمله. كل يعني مش بدي اقول كل اللبناني، اغلب اللبنانيين كانوا مشتركين بالانقلاب تحملها القوميون. ميشيل ما انحكى عنه ولكن كان في شك بميشيل، لانه عرفت بالاخر المخابرات مكتب التاني عرفوا انه جزء من التخطيط وجزء كان عم بيصير بجريده النهار وكل هذا الموضوع. يعني في مقاله تدرس لميشيل ابو جودي على انها النقد والمدح باسلوب واحد. نعم. هي اللي كتبها عن الراحل ميشيل قدي. نعم. تحت عنوان ميشيل انسيكلوبيديا. نعم. وهي مقالة تنم عن روح دعابة خفية أو ظاهرة لدى ميشيل أبو جودي. نعم. هل تلمست الروح فيه لعمك؟ أنا رح أقول لك هذه الروح هي ميشيل أبو جودي. حلو. هذه روح ميشيل أبو جودي. ميشيل أبو جودي كان ناقدا بمرق الكلمة، إذا بده ينتقدك بمرقها بطريقة مهضومة وسلسة حتى في مقالاته. هيدي بتلاقيها مش بس بمقالة، هاي بتلاقيها بمقال كتير جدي. شو أنتوا عم تبرقها بتلاقي مرقت بكلمة، مرقت بجملة، مرقت بتعليق، مرقت بقلب مقالاته. ميشيل أنسيكلوبيدية رائعة جدا طبعا. ولكن في أروع منها. أروع منها هي مقالته. نعم. هي مقالته عن حاله كمان وقت كتب عن وداعا العمود السادس. اللي بيقرا وداعا العمود السادس كان ينشر ست مقالات، كان يكتب بالاسبوع الاحد، كان تطلع الجرايد سبعة ايام. نعم. كان يشتغل هو ست ايام، كان يشتغل هو ست ايام يطلع ست مقالات، نهار السبت تطلع الاحد تطلع بامتياز الاتحاد. نعم. مظبوط اتحاد، بعدين بطلت موجوده صار يكتب خمسه. فكتب عن العمود السادس، اللي بيقرا العمود السادس يقرا تاريخ ميشيل ابو جودي. وفي من يعني الهضمنه السيره الذاتيه في من الهضمنه والفكاهه عن حاله وطريقه هيدي وعن المقال وعن حقيبه النهار وعن النهار. ما بس في مقاله كمان اهضم كمان هي عن اسكندر رياشي. بدي اقرا لك الطريف اسمها نعيش مع الالهه. نعم. بيقول له لو كلف الله، كان اسكندر رياشي طلع كتاب اسمه نعيش مع الآلهة، فبيقول له لاسكندر رياشي قال له لو كلف الله نفسه في ساعة من ساعات اصطيافه في لبنان وجمع إلى شخصية نيرون، شخصية القديس أوغسطينوس في أول شبابه، وشخصية ماكيافيلي ومزارا وريشوليو طاليرا وفاروق يعني الملك فاروق لما وجد خيرا من اسكندر رياشي الذي لو كان عندنا قيصرية لكان هو راسبوتينها بدون شك، ولو كان اسكندر رياشي أيام المسيح لكان على التأكيد مار بطرس. لو قدر أن يكون اسكندر رياشي الإنسان الأول لما طلب إلا حواء والدولار إذا أمكن، ولو جاء ذلك على حساب تركه الجنة والنزول إلى أرض البكاء والدموع إلى آخره. حلو. بيختم له إياها. كتاب نعيش مع الآلهة الصادر مؤقتا بالفرنسية ثم بالإنجليزية والعربية وربما بالعبرية ليس قصة ولا تمثيلية ولا مذكرات ولا قصة حياة مؤلفة، بل هو كل ذلك معا. أليس صاحبه اسكندر رياشي الصحافي والسياسي وبين هلالين والعميل والدونجوا والتاجر وثلاث نقاط اللبناني؟ اختصر. حلو كتير. يعني هيدي هذا كان يجي هذا كان يجي من صالون ميشيل أبو جودي. صالون ميشيل أبو جودي كان إذا بدك هالتعليق كل يوم كل يوم كل يوم في صالون ميشيل أبو جودي. في عنده ركاب بهذا موجودين أشخاص عطول، وكان يترأسهم عطول منح الأستاذ منح الصلاة اللي عامل مقدمة لأحد لهذه المقدمة وتما نبخص حق حدا في الست مها نعمة. نعم. مها نعمة كمان جمع جزء كمان من هذه المقالات. نعم. فكانت هذا الصالون للي ينعقد قبل الظهر وأنا حاضره
يعني أنا حاضره عشرات المرات لهيدا الصالون، لأنه بعت وراي وقتها كنت صغير تيحضرني الصالون يعني، وكل أبن وكل القرايب وكل الأصحاب وكل الأولاد العمومة والعمات البعض منهم حاضر الصالون. هذا صالون كان يحلل السياسة بشكل ظريف، ولكنه كان عندما يكتب كان هيدي الفكاهة إذا بدك هالكلمة الناعمة الحادة كالسيف، حتى بموضوع القطنة بموضوع بيذبحوا بالقطنة بيذبحوا باللطف، هيدي بيذبحوا باللطف، هو كان هيك بيستخلص بالشارع هليل اللي قلنا أكب على جمع بعض المقالات. كم كان ميشيل أبو جودي لبنانيا وعربيا، وكان دائما يحذر من خطر إسرائيل، بينما شافت الست مها ياسمين نعمة اللي مثل ما قلنا جمعت مقالاته لأبو جودي، أنه هالمقالات كانت لأننا مؤمنون بأن التطور الطبيعي لوعي اللبنانيين سيدفعهم عاجلا وليس آجلا إلى الإمساك بزمام مصيرهم وتقرير نمط حياتهم بعيدا عن كل هيمنة وكل مصادرة للقرار الوطني المستقل. يبدو أنه هالوعي ما حين أجله بعد، لا ما حين أجل. نحن رجعين يعني لورا خيبة تانية، نحن رجعين لورا. نعم. بمقالة للي بيقول فيها، هي هذه مقالة من أحد المقالات الأخيرة لميشيل أبو جودي، نقرأ في خطاب قديم بحاول يقولهم لللبنان وبحاول يفكر باللبنانيين، إنه اللبنانيين بدهم يتطوروا، اللبنانيين بدهم يعملوا، اللبنانيين سوف ينظرون إلى الأمور بطريقة أخرى وسوف يكون لهم دور بطريقة أخرى وسوف نقرأ بكل شيء جديد. للأسف يوم بيقروا، ما بعرف إذا بيقروا يعني، ما نعرف إذا بيقروا اليوم يعني، ما اليوم بتكون عم تحكي مع أحدهم بخبرك خبرية بتقول له يا أستاذ هيدي القصة مش صحيحة، بيزعل كيف بتقول له مش صحيحة، بتقول له هيدا مرجعة، بيزعل كيف بتجيب له المرجع، لا بدها تكون هي لا الوعي اللي كان ميشيل أبو جودي بحاول يعمله بما خلاته، بحاول يدفع باتجاهه، بحاول بناءه عند اللبنانيين، للأسف نحن تراجعنا. كنا أوعى بالسبعينات من ما كنا بالثمانينات، وأوعى بالثمانينات ما كنا بالتسعينات، كنا بالتسعينات وبداية الألفية أوعى، يعني كل ما عم نتطور كل ما عم نرجع لورا، نحن في عملية تخلف أكيد. نحن في عملية تخلف، تخلف يعني معقولة نحن بعد تعلمنا من الحرب؟ أكيد لا. هل 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 أخذنا؟ في ناس هلا عم بيشدوا ترجعوا له. نحن ما زلنا نحن على استعداد اليوم إنه نرجع نعمل حرب أهلية من أول جديد، وبنشجع عليها والبعض بيتفاخر فيها الحرب الأهلية. ما بتعلم، نحن تأخرنا. مش بالإطار نفسه كتب الأستاذ مناح الصلح الله يرحمه بتقديم أحد الكتب الثلاثة أن ميشيل أبو جودي كان معجبا بالصيغة اللبنانية، وتمنى لو تعمم ميشيل أبو جودي لو تعمم هذه الصيغة على بعض الدول العربية. ما بيتعارض هيدا مع البيئة اللي انطلق منها ميشيل أبو جودي، السورية القومية الاجتماعية، صيغة وبيئة سورية قومية اجتماعية. أنا ما بعرف أستاذ منح شو بيعني بموضوع الصيغة، هل يعني بموضوع الصيغة هي الحريات وجزء من الديمقراطية الموجودة في لبنان المطلوب تعميمها في ذلك الفترة على باقي الدول العربية التي سمحت للصحفيين وللثقافة أنا بعتقد إيه ميشيل أبو جودي كان معجب بجزء من الصيغة اللبنانية اللي سمحت بهذه، يعني إذا بدك جاي إذا بدي أقربه هو آخذ عند أنطون سعيدي، أنطون سعيدي بيقول إنه لبنان هو نطاق ضمان للفكر الحر. أنا بعتقد هون عم يحكي ميشيل، أما بموضوع الصيغة الطائفية ولا حيلا مقالة من مقالات ميشيل أبو جودي عن لبنان كان ينتقد الصيغة، إذا الصيغة إجت بالنظام الطائفي هو انتقدها، وأولى مقالاته بيقول فيها يعني يا عيب الشوم عليكم رايحين تألفوا لجنة لمحو الطائفي يعني لحقوق الطوائف، عملوا لجنة لحقوق الطوائف. بعد معي دقيقتين وعندي سؤال أخير، هذا حكينا كثير إشي وكان بعد ساعة أكثر الحلقة. بيقول ميشيل أبو جودي الديمقراطية هي المطلب العربي الأول، وتوقع أنه تتغير خريطة المنطقة مثل ما قلنا، وأنه لبنان ما زال بلدا صيفيا
وحقوق الطوائف على حالها. نعم. بعدك عند سؤالك أنه معقول لبنان بعده بلد صيفي؟ لبنان مش بلد صيفي، نحن بطلنا لا بلد صيفي ولا بلد شتوي ولا بلد ولا بقي بلد. هلأ نيب التفكك اللي نحن فيه. نعم. نحن بطلنا ايه بلد صيفي، خي كلمة شت الدنيا، بتعرف شو قال له؟ قال له قال له كلمة شت الدنيا وكأنها تمطر للمرة الأولى. بتعوم الطرقات كذا، بنتفاجئ يتفاجأ الجميع بالشتاء في لبنان. وقتها بيحكي عن القضية الفلسطينية، إذا بقرا بس جملة بيحكيها عن الفلسطينيين، بيحكي عن الفلسطينية بهيدا. نعم. ما يكلنا الوقت يغدرنا. أما خلينا نحكي عن الديمقراطية. المطلب العربي الأول الديمقراطية، وبلا ديمقراطية لا يمكن أن يتحقق شيء، لا في الحرب ولا في السلم. وبلا ديمقراطية لا معنى لأي شيء يتحقق، لأن ذلك الشيء لا يبقى. فالديمقراطية وحدها هي التي تصنع الحضارة وتحافظ على الحضارة، وذلك أن الديمقراطية لا تعني إلا الإنسان، والإنسان هو الحضارة. الحاكم العربي دكتاتور، والمعارض العربي دكتاتور، والملك دكتاتور، ورئيس الجمهورية دكتاتور، ورئيس الحزب أي حزب كان دكتاتور. الحاكم بلا ديمقراطية سيبقى مرشحا ليكون الضحية، والضحية تنتظر فرصة لتتحول إلى حاكم له ضحايا. ما قال بخمسة أبريل 71. حلقتنا خلصت، يمكن كان بدها وقت أكثر تيسع الحكي عن أكثر من 10,000 مقال بتوقيع ميشيل أبو جودي اليوم اللي أحيينا ذكرى غيابه 32. شكرا صديقي هشام أبو جودي. شكرا لك حبيب، شكرا لأنك استذكرت ميشيل أبو جودي بعد 32 سنة على غيابه و50 سنة على عودته من الخطف، وياريت فينا نحيي كل العظماء للي مثل ميشيل أبو جودي ونستذكرهم في يعني لبنان. إذا بركي هاللبنان بينتشر فيه الوعي للي كان مطلوب. إذا بهذا الواقع الصحافي اللي نحن عايشينه اليوم ما بدنا نتذكر ميشيل أبو جودي، مين بدنا نتذكر؟ بس اللي شكرا صديقي هشام أبو جودي، وشكر موصول طبعا لمتابعي نقطة فاصلة بلبنان وبالعالم اللبناني وبالعالم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. والشكر بيشمل معاونيه بهالحلقه الزملاء المخرج يلين ابو خليل، مهندس الصوت جوزيف مسعود، مدير المسرح الي عون، البروديوسر ساره عون، وبشكر انجلو مارتينيز واليو زينون. ختاما، بخلاف اللي جسده ميشيل ابو جودي بمسيرته الصحفيه، وصلنا لمرحله صار فيها الاعلام عموما طاحونه كذب. اعلام طاحونه كذب. بكرة رح يفرخ عشب عتبته. درب الحقيقة شو صعب، ما فيك تتمشى ورب، عكلمته بتشهد لو حسابك صلب. تصبحوا على خير وأمل، موعدنا الأسبوع الجاي، انطرونا.